أهلا بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم. ضيوفي الليلة هم الدكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، والدكتور إيهاب خليل، استشاري التنمية البشرية بالمجلس العربي الأفرو أسيوي. وسنتناول موضوع مهم جدا عن وظائف المستقبل ودور التكنولوجيا في تغيير نوعية الوظائف المطلوبة في سوق العمل، وأيضا سنتحدث عن المهارات المطلوبة في أسواق العمل حاليا. فصل قصير ونبدأ معكم أولا بجولة سريعة وأبرز الأخبار. افتتحت الأسهم الأمريكية على تراجع حاد خلال تعاملات اليوم لتمتد في المسار الهبوطي لمدة أسبوع، وهذا بضغط من تزايد مخاوف المستثمرين حول انتشار فيروس كورونا. وخسر مؤشر داو جونز 393 نقطة أو ما يعادل 1.4% في بداية التعاملات. ونحن الآن نتابع صورا حية لأرقام التداول والتراجعات في داو جونز الصناعي 1.16%. أيضا كانت هناك تراجعات في مؤشر ستاندرد أند بورز بنحو 48 نقطة في بداية جلسة اليوم. حقق صندوق الثروة السيادي في النرويج عوائد بنسبة 20% لتصل إلى 1.690 تريليون مليار كورونا نرويجية، ما يعادل 180 مليار دولار خلال عام 2019. وارتفعت القيمة السوقية للصندوق بنحو 1.830 تريليون مليار كورونا لتتجاوز 10 تريليونات كورونا بنهاية العام الماضي بدعم من استثمارات الأسهم والذهب والعقارات. يدرس صندوق النقد والبنك الدوليان تقليص اجتماعات الربيع أو عقدها عن طريق الإنترنت مع تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا. وقال بعض مسؤولي المؤسستين إنه من المتوقع إلغاء الأحداث الخارجية وخفض عدد ممثلي الدول المسافرين إلى واشنطن لحضور الاجتماعات، بينما يرى آخرون أن هناك إمكانية لعقد اجتماع الربيع افتراضياً، يعني عبر الإنترنت، والنظر في مدى القدرة على تحقيق ذلك. نما اقتصاد الولايات المتحدة بأكثر من 2% خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي، وعلى مدار عام 2019 سجل اقتصاد الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.3%، وهي أبطأ وتيرة نمو في ثلاث سنوات. يأتي النمو الاقتصادي الفصلي بدعم من ارتفاع الاستهلاك الشخصي بنحو 1.7% وزيادة نفقات الاستهلاك الحكومي وإجمالي الاستثمارات بنسبة 2.6%. قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن تفشي فيروس كورونا عالمياً أحدث خللاً كبيراً في سلاسل الإمداد العالمية والأسيوية على وجه الخصوص. وأشارت المنظمة إلى أنه من المرجح استمرار الاتجاه الهبوطي لحركة التجارة العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي، موضحة أن تجارة البضائع في مجموعة العشرين وصلت مسارها الهبوطي خلال الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالربع السابق عليه من العام ذاته، حيث تراجعت الصادرات ب10% والواردات ب1.3%. عمقت أسعار النفط من خسائرها خلال تعاملات اليوم وسط تزايد مخاوف فيروس كورونا،
وتأثيره على الطلب العالمي. وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.18% ليصل إلى 51 دولاراً و 40 سنتاً للبرميل. كما تراجع خام نايمكس بأربعة ونصف بالمئة مسجلاً 46 دولاراً و 53 سنتاً للبرميل. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إبرام اتفاق تسوية وآخر إطاريا بين مصر وشركة إني الإيطالية، وذلك وفقا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز التنفيذ. وبتاريخ دخول اتفاق التسوية حيز التنفيذ سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادرة ضد مصر وإنهاء جميع النزاعات القائمة وبشكل نهائي بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتي يونيون فينوسا وسيجاس من جانب آخر بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام وحدة الإسالة بدمياط. وكان قد صدر حكم ضد مصر يلزمها بسداد 2.13 مليار دولار كتعويض عن تراجع شحنات الغاز التي كان متفقا على توريدها لشركة فينوسا الإسبانية. وقع رؤساء السبع شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام عقودا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة وتابعة للوزارة بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون دولار. نتابع. في إطار خطة وسياسة الدولة نحو التحول الرقمي، وقع وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق 21 عقدا لميكنة وتخطيط إدارة موارد 63 شركة قابضة مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات بتكلفة بلغت 50 مليون دولار، حيث تعتبر من أكبر عمليات التحول الرقمي على تلك الشركات من خلال مناقصة عالمية طرحت في أغسطس 2019. بنعمل النهاردة البرنامج ده ل 63 شركة، أكتر من نص عدد الشركات اللي عندنا، ودي الشركات الأكبر والأهم والأكثر تأثيرا. برنامج التحول الرقمي لا يهدف فقط لرفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسة الحوكمة، بل يشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي التي تشمل 4 محاور رئيسية. المحور الأول هو إعداد سياسات وإجراءات رقمية لكل شركات قطاع الأعمال العام، وده تم الانتهاء منه في نوفمبر الماضي. المحور الثاني هو برامج وتخطيط وإدارة موارد الشركات، وده اللي احنا بصدد توقيعه عقوده اللي حصل النهاردة الحمد لله رب العالمين. المحور الثالث هو تحديث البنية التحتية لشركات قطاع الأعمال العام، وفي خلال أسبوع أو 10 أيام هنكون ماضيين مخلصين بروتوكول مع الشركة المصرية للاتصالات وبرعاية وزارة الاتصالات. المحور الرابع هو مركز لإعداد الكفاءات وتدريب كوادر قطاع الأعمال العام لإدارة المنظومة. 12 قطاعا مختلفا منهم صناعة الدواء والنقل البحري والسياحة والغزل، بالإضافة إلى قطاع التعدين يشملهم مشروع التطوير، وذلك عبر استخدام سياسات وإجراءات رقمية تم إعدادها طبقا لأفضل الممارسات العالمية وبصياغة تتناسب مع متطلبات السوق المصري خاصة قطاع الأعمال العام. في إطار حصاد نشاطات الهيئة العربية للتصنيع بألمانيا، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة وشركة جوتمان الألمانية في مجال نظم صناعة الألومنيوم الحديثة، وهذا لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز التصدير للمنطقة العربية والإفريقية. نتابع. الحمد لله النهاردة وقعنا اتفاقية مع أحد الشركات الألمانية وبالتعاون مع أشقائنا من دولة الإمارات، وإن شاء الله تعالى ده هيكون في اتجاه تصنيع قطعات الألومنيوم في مصر إن شاء الله بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. تم التعاون ما بين شركة جوتمان الألمانية بفرع الرئيسي اللي موجود بدبي مع الهيئة العربية للتصنيع اللي هي قاطرة التنمية الصناعية بجمهورية مصر العربية،
والتعاون ده حيصير من خلاله توطين صناعة الألمنيوم في جمهورية مصر العربية. نهدف طبعاً نوفر قطاعات تناسب السوق المحلية وكمان المشاريع الكبرى في العاصمة الجديدة ومدينة العالمين. هنخلق فرص عمل، هذا الهدف من الشراكة، وفي المرحلة اللاحقة هنبلش نسحب القطاعات في مصر ونكمل أي الإكسسوارات اللي بتناسب تكمل السيستم هنا في مصر. مشاهدينا، والآن أترككم مع مؤشرات الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في السوق لهذا اليوم. نتوقف مع فاصل قصير وألتقي بعده بضيوفنا الدكتور محمد عزام عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا والدكتور إيهاب خليل استشاري التنمية البشرية بالمجلس العربي الأفرو آسيوي للحديث عن وظائف المستقبل وريادة الأعمال. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. وجاءنا منذ لحظات هذا الخبر العاجل. أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح، خرج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح، ما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة ولا توجد أي وفيات. وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة. وطبعا سنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول. أعيد إذن عليكم مشاهدينا الكرام هذه الأخبار التي وردتنا منذ لحظات من هيئة السكة الحديد بأنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح، خرج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح، ما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة. وأكدت الهيئة بأنه لا توجد أي وفيات. وجري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد مرة أخرى بالسكة. أرحب بكم مشاهدينا. وأصبح تطوير قدرات الشباب من أهم متطلبات سوق العمل حاليا بل ومستقبلا، حيث أصبحت قضية صناعة قادة المستقبل ليست بالعملية السهلة. كيف تسهم التكنولوجيا في بناء المهارات القيادية لدى الشباب لمواكبة تغيرات السوق السريعة؟ هذا ما سأتعرف عليه من ضيوفي بالستوديو. أرحب بالدكتور إيهاب خليل استشاري التنمية البشرية بالمجلس العربي الأفرو آسيوي، وهو يشرفنا للمرة الأولى في مال وأعمال. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. وأرحب بضيفنا العزيز الدكتور محمد عزام عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا. أهلا وسهلا أهلا بحضرتك. يا دكتور. أهلا فندم. قبل أن نبدأ هذا الحوار، كنا استطلعنا أراء بعض الناس في الشارع حول مستقبل الوظائف التقليدية في ظل التقدم التكنولوجي الذي نعيشه، وهذا ما ردوا به علينا. في وظائف تظهر لكن ما فيش وظائف تختفي. الله بيضربنا مش بيدنا احنا. في وظائف حكوميه، موظفين التعبئه اللي في المصانع الضخمه، هو اكيد المحاسبين هيختفوا. موظف الصرافه في البنك لو محتاج 3 4 امن هو بيجيب كاميرا واحده، واحد بتاع امن بس هي دي اللي بيتوفر معاه. مثلا حاجه يعني الكتروني هي اللي ترد، هي اللي تتعامل مع العميل، تلاقي التعامل من غير مش مع البشر. يعني هي نفس الوظائف بس هتبقى كلها ديجيتال. التكنولوجيا عمرها ما هتأثر على الوظائف، مهما الاي اي اتطور برضه هيفضل في احتياج للايد البشريه. بيجوا يشتغلوا بالنظام التكنولوجي الجديد
وبيشتغلوا ورقي برضه. اهم الوظائف طبعا وظائف النت، داتا انتري هي اللي هتحل مكان الموظفين الاداريين كلهم. وانا حاسه ان الوظائف عموما بتقل مش بتزيد. اللي ما عندوش لا انجليزي ولا كمبيوتر اعتقد ده يعني مش هيلاقي مجال. إذن هذه مخاوف يعني تحدث عنها بعض الشباب الذين التقيناهم اليوم، وأنقل هذه التساؤلات لضيوفي الليلة. أبدأ مع حضرتك دكتور محمد عزام، إلى أي مدى أثر التحول الرقمي اللي أصبح بيدخل في كل القطاعات على الوظائف الحالية؟ يعني في ناس كانوا بيقولوا لنا احنا مش هنشوف محاسبين بعد كده، مش هنشوف داتا انتري يعني موظفين ليها موجودين. قول لنا ايه نظرتك حضرتك. احنا امام ظاهرة عالمية. كان في المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس من حوالي شهر في اواخر يناير اللي فات، اطلقوا مبادرة لاعادة تأهيل مليار بني ادم في حلول 2030. فاحنا بنتكلم على مشكله مش صغيره حقيقه. 2030 ومليار شخص، مطلوب مليار شخص يكونوا اعاده تاهيل. طيب ما دول في الصين والهند. لا ما هو انت عارفه كمان ان الموضوع حتى كان بيقيسوا خريطه المهارات والجدارات بما يتناسب مع المستقبل الجديد. اغلب دول العالم هيكون عندها نقص في هذه المهارات والجدارات باستثناء الهند اولا، والصين هيبقى عندهم فائض من نوعية دي من العمالة المتقدمة جدا اللي هيبدأوا يغذوا الصناعات الأخرى في جميع دول العالم بأشخاص لديهم المهارات والجدارات المطلوبة لمستقبل الوظائف. ممتاز. إذن نتحدث عن المهارات والجدارات المطلوبة في عصر التكنولوجيا. طبعا احنا دلوقتي مهم جدا للشباب ان احنا نطمنهم. الامور ديت ما بتبقاش الوظائف مش هتقل؟ لا لا هتقل، بس مش بالصوره اللي تقلق يعني. ولذلك بيعملوا حاجه اسمها سوات اناليسز. السوات دوت بنعرف ايه المميزات اللي عند كل واحد وايه العيوب، ايه الفرص المتاحه اللي هي الاوبورتيونيتيز وايه الايه التهديدات. لما ياخد ده يطمئن، ما يبقاش بيتكلم عشوائي، لازم يتكلم باحصائيه معينه. انا ايه المهارات اللي عندي، ايه اللي اقدر اقدمه في التطور الحديث للتكنولوجي اللي موجود، لكن ما يقولش ان خلاص انا انتهيت. انت انتهيت لو وقفت عن التطور. وكلنا عارفين، انا مش هذكر اسماء شركات كانت كبيره جدا، والشركات دي انتهت بسبب عدم التطور. فالشباب طول ما انت، لا قول لنا، قول لنا زي ايه النماذج ما دام انتهت خلاص يبقى يعني ما انتهتش، هي لسه في السوق بس نوكيا. كانت هي مثلا يعني مثلا نوكيا كانت الشركه من الشركات اللي يعني ما فيش تطور حدث، وبالتالي ما عملوش لنفسهم تخطيط للمستقبل استراتيجي. مش تخطيط قصير المدى سنه ولا خمس سنين، لا، ازاي ان انا اعرف في تهديدات جايه لي. وايضا الجراه في طرح المنتجات الجديده، يعني هم كانوا اول شركه تطرح التاتش سكرين على حسب معلوماتي، وحضرتك صلح لي يا دكتور. هي اول ولا كانت شركه ثانيه؟ لا اول حاجه كل الاختراعات حقيقه تمت في مطلق عليها بارك او بالو التو ريسيرش سنتر اللي كان مملوك لزيروكس. كل الاختراعات دي تمت في السبعينات. انما كان دائما وابدا هي الموضوع ليه اتنين رجول، هي رجل التكنولوجيا ورجل البيزنس. لما لو الاتنين ما تشافوش مع بعض حقيقه بيحصل نوع من انواع الخروج من السوق، لان التكنولوجيا بتبقى ماشيه في اتجاه والبيزنس شايفينه او الاعمال شغاله في اتجاه تاني على تكنولوجيات قديمه. فدي بتبقى خطيره جدا حقيقه، واحنا عندنا عشرات بل مئات الامثله لشركات كانت ضخمه جدا وكانت ما قدرتش تستوعب التطور التكنولوجي او تطرحه في السوق في الوقت المناسب. في الاخر هو التكنولوجيا ان لم تتحول لمنتج ذو عائد اقتصادي ومجتمعي ملوش اي قيمه. والوصول الى السوق وسرعه الوصول الى السوق من اهم المحددات لبقاء الشركات. غير كده في ستارت اب جديد هيطلع يعمل حاجه جديده هتوصل للسوق اسرع، هيهدد عروش الشركات حتى لو كانت قيمتها مليارات الدولارات. اسف قطعت حضرتك يا دكتور. فلذلك احنا بس عايزين نطمن الشباب ان اصلا في قاعده ذهبيه معروفه، تفكيرك يؤدي الى مصيرك. اذا فكرت من الاول التفكير ده مش هتعمل حاجه خلاص وصلت. لا الدنيا مفتوحه، التطور موجود، وانت انسان الدنيا كلها محتاجاك. العقل البشري
لا يمكن التكنولوجي يؤثر على العقل البشري. قد بعض الامور يقدر ان هو ايه ان هو يعني يحلها، بس في امور بتستحدث، فانت ما تخافش من دي. بس ازاي تعمل لنفسك خطه؟ يعني ازاي انك انت ما تقعدش مستني والناس قاعده تتطور وانت قاعد مكانك؟ ولذلك في اختبارات للقدرات، في اختبارات للمهارات، لازم تعرف انت فين دلوقتي، وضعك فين من الشباب اللي زيك على مستوى العالم. هل انت متاخر ولا تقدر تتقدم؟ ودي الحقيقه دورنا يا دكتور، ان احنا لازم نقدم الحاجات دي حتى كخدمة مجتمعية. لسه في ناس بتعتقد انه، وده كان من احدى السيدات الفضليات اللي قابلناهم النهاردة، معتقدين انه لحد النهاردة احنا لو خدنا كورس لغة او خدنا مهارات، بعض المهارات المتعلقه بالكمبيوتر، فاحنا هنلاقي شغل. هل ما زالت؟ لا، دي حاجات ادمت بقى حضرتك، دي حاجات دلوقتي احنا بنسميها الانسان دلوقتي الامي، يعني الامي. انا بتكلم على تجربتي في انا سافرت كتير وبدي دورات كتير وبشوف العالم، يعني المصريين شاطرين جدا كقوه بشريه جامده، بس عايزين ندعمهم بالتطوير. التطوير مش بس اللغه الانجليزيه، ده شيء اكيد دلوقتي، وموضوع الكمبيوتر ده خلاص، يعني الاولاد الصغيرين بيعرفوا الكمبيوتر صحيح. لا، احنا عايزين نديهم المهارات الاساسيه للوظائف. حضرتك يعني في مهارات لازم ياخدها عشان يكون رائد اعمال. المهارات دي عند ناس اوريدي في شركات بتفتقدها. يعني احنا بنديها القياده مثلا، القياده دي شيء عشان تصنع قائد، دي عايزه تحتيها يعني امور تاخد ساعات، لكن مش صعبه. ازاي اني انا اعد قائد؟ ازاي اني انا اديله المهارات الاساسيه اللي يقدر بيها ان هو يخدم بلده، وان هو يقدر يدير ناس، وكمان الاداره غير القياده، ازاي يقود ناس، ازاي ان هو يكون يحفز الاخرين للوصول لاهداف معينه، ده من التعريفات المهمه للقياده. ازاي انا مش قادر احفز نفسي واخش في مشاريع، ونقول الشباب يخش في مشاريع، لازم الاول ياخد البيزك. البيزك ده مهم جدا. هنرجع للنقطه دي. دكتور محمد، عايزه اعرف من حضرتك ايه الوظائف اللي هتكون موجوده في المستقبل القريب وبكثره وبيحتاجها السوق؟ خلينا نتكلم على حاجه اساسيه. كل ما هو ممكن ان يتم ميكانته سيتم ميكانته. anything can be automated will be automated. فدي اول حاجه. شبه ايه؟ شبه الكول سنتر مثلا. الكول سنتر النهارده ده كان من الصناعات اللي كانت بتوظف ناس كتيرة جدا في مصر وفي الهند على سبيل المثال، في بلاد كتيرة حقيقة وبلاد أخرى. النهاردة الارتفيشال انتليجنس بيتم ما يطلق عليها الشات بوتس، ان انا اقدر اعمل برنامج يبقى موجود على صفحة الشركة او صفحة المؤسسة على الفيسبوك او على تويتر او على الواتساب او الموقع الالكتروني للشركة، ويبدأ يرد ويجاوب على الأسئلة الأساسية، وكمان ما يطلق عليها الماشين ليرنينج، ان الآلة بتتعلم، وبالتالي ان كل مجموعه اسئله جديده الاله هتعرف تتفهمها وبغذيها تاني، وهي عمليه مستمره لا نهائيه. طيب لو بص، يعني حتى الكول سنترز اللي كنا فاكرين انه دي الاوبورتيونيتي فيها كتير، دي خلاص الى نهايه قريبا. احنا عندنا حوالي 45% من الوظائف تم اختفائها. الوظائف الجديده قد تشمل طيار للدرون مثلا، قد تشمل حد يكون مسؤول عن تكوين أعضاء باستخدام الطبعات الثلاثية الأبعاد والرباعيات الأبعاد. قد تشمل أن حد يألف رحلة عن طريق استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز. هنلاقي أن في متاحف أصبحت قائمة على هذا المفهوم طبعا الآن. طبعا، ودوت بيمثل كمان خطر حتى على الصناعات التقليدية. احنا عايشين كمان في عصر ما بعد الثوره الصناعيه الرابعه. يمكن انا كان ليا الشرف ان اتكلم مع حضرتك على الثوره الصناعيه الرابعه وتاثيرها، هي هتخلق نوع من الوظائف الجديد. ما فيش عندي عامل مخزن. لان هيبقى عندي طابعه ثلاثيه الابعاد بتطبع قطعه الغيار المطلوبه لتصنيع سياره مثلا في لحظتها. مش هيبقى عندي ناس بتركب عربيه وبتجمعها، ان 1500 روبوت بيحل 10,000 موظف او عامل في هذه الصناعه كثيفه العماله. هيبقى عندي حاجات كتيره جدا، وبالتالي انا بقول هي مشكله ليست مشكله محليه، انما هي مشكله عالميه والعالم كله بيتكلم عليها.
لو بصيتي حضرتك على مؤشر حتى التنميه البشريه اللي هو الهيومن كابيتال اندكس اللي هو بيقيس مدى تاثير الصحه والتعليم في القوى البشريه العامله المؤثره على الاقتصاد، هنلاقي ان المؤشر ده في الدول المتقدمه في حدود 80-85%، في الدول الناميه او الدول اللي بتسعى انها تكون متقدمه بنتكلم في حدود 50. طيب هو النهارده الصحه والتعليم الصحة، وعشان ليه مبادرة زي مثلا 100 مليون صحة أطلقت، إن بدون عمالة صحيحة مش هيبقى عندي زيادة في الإنتاجية، ومبادرة التعليم المتزامنة، هو النهاردة بدون تعليم جيد قادر على إيه؟ قادر على إن أنا أكون عندي الأكتيف ليسننج أو الإنصات الجيد، يكون عندي الأكتيف ليرنينج أو القدرة على التعلم الديناميكي، يكون عندي القدرة التحليلية، عندي القدرة الابتكارية، عندي قواعد الساينس والتكنولوجي والإنوفيشن اللي هي العلوم والتكنولوجيا والابتكار، هي كل الحاجات دي كلها بتبقى مكون أساسي النهاردة قدرة لوظيفة المستقبل، للاستعداد لوظيفة المستقبل، لأن قد تظهر نتيجة ما يطلق عليه الإيفولوشن أو التطور المرعب، إن إحنا يمكن النهاردة شايفين هذه اللقطة، إنما هي نظرية الارتقاء بتحصل إيه؟ إن هي إيفولوشنال، هو نوع من أنواع التطور الغير مسبوق، وسرعات وصلت لأربع وعشر أضعاف سرعة قانون مور اللي هو كان بيقيس تطور التكنولوجيا. أوكي. يعني فإحنا بنتكلم على سرعات غريبة جدا. وتطور فأنا بالتالي أنا محتاج يكون عندي القواعد الأساسية، عندي إن النهاردة يمكن إحنا شايفين مجموعة الوظائف الجديدة دي طالعة إزاي؟ إنما بكرة نتيجة وجود تكنولوجيات أخرى قد تغير حتى نوعية الوظائف اللي احنا عارفينها. ايه معدل يعني دوران الوظائف؟ هرجع لحضرتك بالسؤال ده، يعني اللايف تايم الخاصة بكل وظيفة بقت قد ايه؟ قبل كده كنا ممكن في الكول سنترز بقالها مثلا ايه 20 سنة، بنتكلم في 10-15 سنة. هنشوف الوظائف الجديدة هتعيش قد ايه، لكن حب ارجع لدكتور ايهاب خليل لمسألة المهارات، وتحدثنا عن نقطة مهمة جدا وهي ضرورة يعني وجود العنصر الابتكاري في أي موظف في الفترة المقبلة. هل دي مهارة ممكن نتعلمها ولا لا؟ هي مهارة مهمة جدا، لكن تبدأ زي ما قلت لحضرتك لازم من البداية الواحد يتعلم ده. لو ما تعلموش من البداية ازاي اتعلم اكون مبتكر؟ هي مش موهبة؟ هي الاول في ناس عندها الحس ده وناس لا، الموهبة تتطور حضرتك. يعني ممكن واحد ما يكونش موهوب ويبقى موهوب بالتدريب. النهاردة التدريب في كل حاجة بتوصل الانسان اللي هو عايزه. في حاجة اسمها موهبة ربانية، يعني اتولد عنده الموهبة دي، لكن لو ما طورهاش برضو ما يقدرش يوصل ليها. ولذلك بقول لحضرتك دلوقتي حتى الأطفال الصغيرين برا وفي بعض بلادنا العربية وين إن شاء الله في مدارس بتطور ده من البداية، زي الروتو جينيس مثلا، إزاي إن هو يتعلم الخصائص اللي ربنا خلقه بيها، دي خصائص العبقرية، دي حتة جديدة يمكن ناس كتيرة ما تعرفهاش، إن كل الناس ولدوا عبقرة ليهم حقيقي. خصائص طبعا الولاد عبقرة عننا طبعا، إحنا مشكلتنا إن إحنا مش فاهمينهم، ولذلك إحنا نثبت هذه العبقرية عند الأولاد. يعني أوريدي ربنا خلقنا إحنا عبقرة، بس اللي بيحصل إيه؟ مفيش فهم في المدارس، مفيش فهم أولياء الأمور حتى المثقفين للأسف. فده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إن الخصائص قاعدة إيه؟ بتطمحل طبعا. وبالتالي الولد نقول إبداع، ده هي الإبداع دي جزء من العبقرية، جزء من العبقرية أو من الخصائص العشرة اللي ربنا خلقها عند كل إنسان، بس للأسف إحنا ما بننميش ده عند أطفالنا. ليه؟ وبيبقى صعب إنه نكتشف إيه نقاط القوة. يعني إحنا ممكن لو حد تصرف من الأطفال بعيد عن الطبيعي بنتعامل مع التصرف ده على إنه غير طبيعي، لكن حضرتك حاجه بسيطه جدا احنا بنقتلها، مكمن قوه بنقتلها. يعني حتى اول خاصيه اسمها الاستكشاف، الاستطلاع. اي واحد هنا ليه ابن صغير بيمسك كوبايه الشاي السخنه اول حاجه بيعملها له ايه؟ بنبعد ايده على طول. ده حضرتك في ناس بتضربه على ايده، في ناس بتصرخ فيه. الولد دي حته مهمه جدا عشان يكتشف، احنا موتناها فيه. حته الابداع لما يقعد يعمل مشاكل في الاوضه بتاعته ويقعد يلعب بالصلصال بيخش يتضرب، ده عبقري، ده واحد بي 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 ال 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 الخلايا العصبيه بتاعته اللي ربنا خلقها له قاعده ايه؟ تكبر وتبقى في حاجه اسمها وصلات دماغيه، يعني موضوع كده. المهم الولد دوت قاعد يشتغل لتنميه ايه؟
لتنمية الإبداع عنده، أنت بتقتلها له لمجرد إن طب اعمل له مثلا زي مفرش وهات له الحاجات ديت وخليه إن هو يشتغل عشان يطلع لك إيه. وكل الحاجات والاختراعات اللي ظهرت في العالم والإبداعات بدأت بفوضى. صح، ولذلك احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقتل ده. في مقدم برامج شهير جدا عالمي وكان بيقول كل الولاد بيتولدوا علماء واحنا اللي بنمنع ده، وكان بيتكلم زي حضرتك. لا انا مش عايزه ده وقتك، ده في دليل. كان بيتكلم على انه مثلا هم الولاد هيعرفوا انه البيضه اللي في المطبخ دي جواها سائل، إذا وقعت منهم سيبوهم هيكتشفوا إن هي بتبوظ الدنيا وهيعرفوا إيه خصائصها، سيبوهم وهم هيكتشفوا كل حاجة. عشان نطلع بقى الناس العباقرة اللي إحنا خايفين دلوقتي من الوظائف الجديدة إنها تقدر، هم اللي هيجيبوا وظائف جديدة. العقل البشري ما زلت أقولها بعد إذن الدكتور هو اللي بيعمل الحاجات ديت. فإذا أنا خليته محدود، ولذلك أسوأ حاجة إنك تخلي ابنك يقعد ساعات طويلة على الإيه؟ الانترنت، لان التخيل بتاعه بيروح، ودي برضه صفه من الصفات الهامه. واحنا مش عارفين نمنع الاولاد يبطلوا، لان ما بنجيبلوش العاب يبتكر فيها. مش فاضيين له، لان احنا ما بنخلوش ياخد وقته، لان احنا ما بنهتمش بيه. والمدارس كمان حضرتك، يعني احنا في ناس بتدفع مبالغ، يعني احنا نقول المدارس الحكوميه ان شاء الله يتطور الامر، لكن المدارس بقى الانترناشونال اللي بيدفعوا مبالغ كبيره كمان ما عندهمش الحته دي الا بعض المدارس، يتعدوا على صوابع اليد الواحده. هم اللي عاملين غرف للابداع وللحاجات ديت. كل ده حضرتك بيؤثر في القوى البشريه اللي هي الاساس. طيب لو فقدناه في سن الطفوله هل ممكن يتعوض بالنسبه للشباب المقبلين على سوق العمل؟ اسمها ازاي انك انت ترجع تاني للامور دي بتدريب. أوكي. التدريب. لذلك انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، عمر الماكينات ما هي اللي هتشتغل. هتيجي في يوم هيحصل فيروس هتوقف الدنيا كلها. اوكي، ويرجع تاني العقل البشري هو اللي يصلحها، ونبدا من الاول. لا يصلحها نبدا من الاول. لا ان شاء الله. لا انا قصدي اقول لحضرتك ان مفيش حاجه اسمها في ناس بتعتمد كليه على ايه، على احنا ما بنروح اماكن بتبقى على السيستم يقول لك سيستم داون، اقعدي خمس ساعات لغايه ما يتصلح. مين اللي بيصلحه؟ عقل بشري. يبقى مفيش حاجه اسمها هتنتهي. أوكي. بس هتخف شويه، واحنا عايزين ولادنا والشباب يبتكروا زياده، فلازم نديهم تبريد ونلاقي بدائل. هنلاقي ان شاء الله. هنستكمل هذه النقاط المهمه، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام في مال واعمال. فاصل قصير ونعود اليك. أهلا بكم مرة أخرى، وأجدد التحية بضيوفي الليلة، الدكتور إيهاب خليل استشاري التنمية البشرية، والدكتور محمد عزام عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا. دكتور محمد، عايزة أعرف من حضرتك وظائف، أسماء لوظائف اللي هتطلب في المستقبل، يعني نكون محددين. طيب هقول لحضرتك، احنا عندنا قد تكون الوظائف المتعلقة بالبيانات وتحليل البيانات، ده من الحاجات الرئيسية. الوظائف الخاصة بإدارة الروبوتس أو الإنسان الآلي في بيئة العمل. في وظيفة جديدة هتبقى موجودة زي تيم ليدر للعلاقة بين الإنسان والآلة على أرض المصنع مثلا. اوكي، ان هو الاثنين دخلوا مع بعض. احنا داخلين في مرحله المان ماشين كولابوريشن او التعاون بين الانسان والاله بصوره اكبر. ان الاله بتسحف على الوظائف التقليديه او المساحات التقليديه حتى اللي هي متعلقه باتخاذ القرار. هنلاقي ان النهارده بنتكلم في 10% 20% بنعتمد على الاله في تحليل البيانات واتخاذ القرار. النسبه دي في خلال 4-5 سنين قد تصل الى 30 و35%. وده يرجعنا الى هل كل الناس تقدر تعمل هذه النوعيه من الوظائف؟ الاجابه لا. طيب يبقى البديل ايه؟ ان انا لازم اطلع شركات صغيره ومتناهيه الصغر يكون لها دور اقتصادي في منظومه اقتصاديه اكبر. أوكي. بحيث ان هي دي اللي بتوفر العماله لنفسها، الشاب او الشابه اللي بيعملوا الشركه الصغيره والمتوسطه، هم القادرين على ان هم يكونوا ما يطلق عليه الديسن جوبز او الوظائف اللائقه للاخرين. انما هي دائما وابدا هي شركات ضعيفه برضو. فدور هنا ان احنا نخليهم جزء من المنظومه الاقتصاديه الاكبر.
ان انا اوصلهم بالشركات الاكبر في ضمن سلاسل الامداد، ان هم يكون لهم دور بقيمه مضافه اعلى. هي دي اللي ممكن تخلق مجموعه من الوظائف الجديده، ان مش ممكن اطلب لكل الناس ان هم يشتغلوا في تحليل البيانات العميقه مثلا. حضرتك اما كنا بنتكلم في الجزء اللي فات عن عمر الوظائف الحديثة، لو اتكلمنا عن الابس اللي بتعتمد على الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، كل كام شهر بتيجي حاجة تحل مكانها. التطبيقات دي عمرها قد ايه؟ قد تكون ايام. ايام يعني هل مش من المضمون لو حد التخصص بتاعه الذكاء الاصطناعي ان هو يبقى في سوق العمل طويلا؟ لا، خلينا نقول على حاجه، هي الانسان بيبقى عنده قيمه مضافه لو ما عندوش قيمه مضافه. هو قادر ان هو يضيف للمكان اللي فيه؟ وهل هو قادر ان هو يقدر يوصل يكون قادر على التطور مع تطورات بيئه العمل؟ هو دي الاجابه. قدر يعمل الكلام ده هيستمر في وظيفته، وقدر يعمل الكلام ده هيكون في مجال لترقيته. ما قدرش يعمل الكلام ده وبقت في منافسه من اخرين، المنافسه الطبيعيه التقليديه، الناس الاخرين هياخدوا مكان. وان اكتساب المهارات، احنا كنا بنتكلم على سنين عشان اكتسب مهاره، النهارده بتكلم علشان اغير مهارات كامله علشان وظيفه جديده، لو ما قدرتش اعملها في اكثر من 3 شهور فانا عندي خطوره كبيره جدا. اعتذر عن قطع هذا الحوار، لكن لدينا تحديثات على الخبر الذي كنا اوردناه منذ قليل بخصوص الجرار الذي خرج عن مساره. اعلنت هيئه السكه الحديد عن تشكيل لجنه فنيه للوقوف على اسباب خروج الجرار والعربات الاولى والثانيه والثالثه من قطار رقم 654 عن القضبان، وشكلت الهيئه لجنه فنيه برئاسه نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة لمعرفة أسباب خروج الجرار، وكما أشرنا العربات الأولى والثانية والثالثة من القطار المذكور. القطار كان قادما من الإسكندرية إلى مطروح، وذلك بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال بخط القباري مطروح، وأكيد ستكون لدينا تفاصيل أولا بأول عبر نشراتنا الإخبارية. أعود مرة أخرى لموضوع حلقتنا الليلة، وهو تطوير المهارات لمواكبة وظائف المستقبل. دكتور إيهاب، كنا بنتكلم قبل قليل على إطلاق الإبداع والابتكار لدى الأطفال، وحضرتك قلت أنه ممكن لو يعني هذا لم يتم استيفاؤه خلال مرحلة الطفولة ممكن نتعلم أي شيء جدا. طيب قبل ما أكمل دي بس عايز أقول حاجة، فيه أمور لا يمكن المشين أو التكنولوجي يعملها. يعني مثلا لا يمكن يكون في قائد مشين، يعني مستحيل، ولا يقدر يحفز الناس ولا يقدر يدير الناس. هو ممكن يعمل بيانات ليه؟ مع أنه إحنا دلوقتي بنسمع فيديوهات السلف موتيفيشن أو تحفيز الذات من اليوتيوب، مش ممكن يخترعوا حاجه؟ مستحيل. هقول لك ليه. اصلا التواصل، يعني احنا كلنا متصلين، لكن ناس تصل للتواصل، في فرق بين الاثنين. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان دول احنا متصلين بس ممكن ما نصلش النتيجه، لكن التواصل دول الناس اللي بتصل الى نتيجه وتصل الى اتفاق. ده مش اي حد، دي ناس ماهره جدا. تمام. نيجي بعد كده في 4 حاجات هيعملها لي الماشين ازاي. في 4 حاجات اساسيه في الكوميونيكيشن اللي هي اساس كل حاجه في الدنيا. عندنا حاجه اسمها الكريديبيليتي، المصداقيه. انا مستحيل الماشين هيديني مصداقيه، ممكن يديني بيانات لكن مش هيديني مصداقيه. واذا اداني المصداقيه تتعلق بدقه البيانات. ما هو المصداقيه، لا المصداقيه في ناس الهيومن ايرور بتكون اكثر من الاله. ان اؤمن بما اقول وان اؤمن بما افعل. حتى الفيشل ريكوجنيشن عبر الالات ممتاز. هل هيقدر يديني الذكاء العاطفي؟ هيحفزني يقدر يديني الماشين الذكاء العاطفي؟ هي الماشينز حقيقه الماشينز تطورت كده، بتتطور، وفي نظريات الماشين ليرنينج بيدرسوا البادي لانجوج او لغه الجسد. حقيقه اصل الاستخدامات حضرتك متعدده جدا. هي الانسان دائما وابدا سيظل في قلب المنظومه في اي وقت من الاوقات. الله، شكرا يا دكتور. انما دوره هو اللي بيختلف.
وبالتالي احنا التطبيقات بتزيد، هي التكنولوجيا موجوده علشان تزيد الرفاهيه وتحقق معدلات نمو وتحقق نوع من انواع الاستقرار وزياده العائد على احنا بنقوم بالامور بطريقه اسهل، وبالتالي هنزود الانتاجيه، وبالتالي زياده الانتاجيه معناها زياده العائد اذا كان كدوله او كفرد. وبالتالي ان الدور هنا موجود للانسان، انما هو الدور هو ايه؟ أوكي. والنظام التعليمي الداعم ليه هيبقى شكله عامل ازاي؟ أوكي. ونوعيه التدريب المطلوبه عامله ازاي؟ الدول المتقدمه زي اليابان وزي سنغافوره، الدول الصناعيه الكبرى والمانيا النهارده بدات تدرب القوى البشريه العامله عندها في القطاع الصناعي الضخم جدا المتقدم على مهارات جديده تتناسب مع فكره وجود انسان زائد اله. اوكي. التدريب المرتبط بمتطلبات التغيرات التكنولوجية مهم جدا، إنما المفاهيم الأساسية بتختلف، وبتختلف من فترة. المفاهيم دي كانت موجودة في الثورة الصناعية الأولى في 1780، كانت الناس برضو بتتكلم طب الآلة هتعمل إيه، طب أنا هتحرك إزاي، طيب ولقينا لقينا بدائل. حضرتك بتقول المشين أو الآلة ليس لديها مصداقية، و لا مش زي المصداقية، مش زي المصداقية، يعني أن نؤمن بما نقول. نعم. المشين مش هتؤمن، والحماس بالرسالة، والحماس الموتيفيشن، إزاي هتعمل لي موتيفيشن، هتزود الصوت، إزاي هيكون في الإنفينيتي أو الألفة، إزاي هيكون في الكلاريتي. الكلاريتي ممكن تكون موجودة بالإيه؟ الوضوح، بالبيانات. طيب الفليكسابيليتي هتجيبها منين؟ المرونة. هذه آلة. فأنا بقول إيه؟ أنا طبعاً مش ضد التكنولوجي بالعكس، بس عايز أقول برضو إن ما زلنا هي الآلة تتعلم، ولكن لحد معين. ولذلك لما أقول آلة حتكون ليدر، أنا اسمحوا لي يعني أقول على حضراتكم 100% no way إنها تكون ليدر. دائماً سيسير لازم البشر طبعاً الآلة. الليدر ده يعني إنسان بندربه عشان يكون محفز للآخرين ويصل لأهداف معينة، إنسان يفهم الآخرين. الآلة محدودة حتى لو كده، والإنسان ممكن يطورها. دي حتة. الحتة المهمة جدا كمان في موضوع الإنسان، في حاجات عند الإنسان لا يمكن الآلة تعملها. قلنا الحتة العاطفية حتى مستحيل. إحنا بنقول الكوميونيكيشن ثلاث حاجات، words، وبنقول ان هو الايه الفويس والبادي ايه لانجوج. حضرتك بتقولي اليوتيوب ثبت في التريننج الناس اللي خدت عن طريق الانترنت وكده واليوتيوب وكده، طبعا ثبت في النهايه مش زي الناس اللي حضرت فيس تو فيس في الكورس. يعني التعلم عن بعد ليس بكفاءه التعلم طبعا دي احصائيات، دي احصائيات، لكن لابد منه. ليه؟ لان في ناس مش فاضيه، يعني انا مش فاضيه اني اروح احضر. اكيد بيدي برسنتج كويسه بس مش هيوصل زي الايه. لذلك بقول لحضرتك الموضوع ان شاء الله هيكون فيه تطور، بس كل ما كان الانسان متطور هيسبق الاله. بس ازاي يتطور؟ هي دي النقطه. ازاي يطور نفسه، يعرف هو رايح فين، ايه اللي مطلوب. هو داخل في السكه بتاعت الاله اكيد هتكسبه. أوكي. هو يخش في السكه الثانيه دي بقى موضوع استراتيجيه لازم يحطها لنفسه علشان يقدر يسبق الاله. والنفس البشريه زاخره، وكل ما بندور بنلاقي حاجات جديده ما كناش بنعرفها عن نفسنا كبشر. انا بشكركم جدا على هذا الحوار الممتع، الدكتور ايهاب خليل استشاري التنميه البشريه بالمجلس العربي الافرو اسيوي، والدكتور محمد عزام عضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه لاداره التكنولوجيا في الولايات المتحده. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، ارجو ان تكونوا استفدتم من هذه المعلومات في حوارنا الليله. اشكركم جزيلا على المتابعه، ونراكم الاسبوع المقبل على كل خير.